14 محطة إزائية محلية يستفيدون من هذه الدورة التدريبية التي نظمتها السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري حما، حيث يتحصلون من خلالها معلومات مختلفة تتعلق بفن التحرير الصحفي وكذا أخلاقيات العمل الصحفي. حيث افتتحت الدورة بكلمة رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري حما ديدوني جوناباي، الذي قال إن المحطات الإذاعية المحلية ومهما كان نوعها تقدم رسائل تخدم المجتمع، وعليه لابد من رفع كفاءات العاملين بها، وهذا ما دفع بالسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري بتنظيم هذه الدورة التي تستمر فعالياتها لمدة 3 أيام بمدينة مونغو حاضرة ولاية جيرا. كما دعا جنبي المشاركين إلى العمل بمهنية حسب القوانين الصحفية. الأمين العام لولاية جيرا جيران بيتي دينغاميو أثناء افتتاحه لهذه الورشة ممثلا للحاكم شكر السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري حما على هذه الدورة، وأكد باسم الحاكم متابعته شخصيا لأعمالها حتى يستفيد منها الصحفيون، وأضاف بأنها ستساعد بشكل فاعل في رفع كفاءات المتدربين في مجال التحرير الصحفي وكذا احترام أخلاقيات المهنة الصحفية.